سيد مستشارة، كثر الحديث هذه الأيام عن الإصلاح السياسي. نعم. في تقديرك كيف ترين هذا الإصلاح وما هي ملامحه؟ طبعا كلمة الإصلاح السياسي صفة احنا لازم نحطها في إطار انه منذ ثورة 30 يونيو وما بعدها ونحن في مجال تأسيسي للجمهورية الثالثة، وانا قلت الكلام ده زمان وبقوله تاني. ليه الجمهورية الثالثة؟ لان احنا كان عندنا جمهوريتين سابقين عليها، كل منهم لابد ان يقرأ درس التاريخ فيها جيدة. في تجربة كانت مع الرئيس عبد الناصر وما كان في التنظيم الواحد، ثم التجربة السياسية اللي بدأت مع الرئيس السادات واكتملت مع الرئيس مبارك وكان فيها التعددية، والتعددية لم تؤدي ثمارها في وجود حياة سياسية مكتملة في مصر. العالم كله كمان لازم نشوف ان احنا واحنا بنتكلم على الإصلاح السياسي انه في مأزق على مستوى التنظيمات السياسية في العالم. انت شايف في فرنسا مثلا ما طلعت في السترات الصفراء ما طلعتش بالاحزاب، ما طلعتش بالتنظيمات النقابيه زي ما كنا متوقعين لها. يبقى اذا في حاله جديده في اوساط الشعوب تستحق ان نجتهد من اجل اعاده ترتيب اوضاعها، اعاده تنظيم الشعوب. يعني مش بس الاحزاب، احنا بنبص للاصلاح السياسي بالاحزاب فقط، في حين انه مطلوب ان يكون هناك خطه لوجود كيانات حقيقيه تستوعب مطالب الجماهير. ده هيتم على مستوى محليات وهيتم على مستوى اتحادات عمالية واتحادات نقابية واتحادات فلاحية واتحادات طلابية لأنها مدرسة بتفرخ قيادات. احنا محتاجين خطة وطنية. اتصور انه يعني